السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في موجز أخبار اليوم. والآن مع أبرز العناوين: آخر قرارات وزارة التربية، وأيضا المطالبة بإصدار قوانين جديدة من الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، وكذلك مع خبر إشراف وزيرة الثقافة على الحصيلة النهائية للمشاريع المنجزة في سياق الاحتفال بستينية استقلال الجزائر، وأيضا مع أهم القرارات ومخرجات اجتماع الحكومة بترأس سيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وأخيرا رسالة سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ولكن متابعينا، وقبل البداية في التفاصيل، لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخلوا عليه، فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولنتابع تفاصيل مع أول خبر، حيث توجه سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أشغال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورغم أن ظاهر الرحلة نشاطا وموعدا دوليا سيضم العديد من رؤساء الدول، إلا أن حضور سيادة الرئيس شخصيا يحمل بين طياته رسالة أخرى على أن الجزائر كدولة محورية في إفريقيا ليست جزءا من صراع توجهات ولا معسكرات متناحرة، وخاصة بأن بعض الأبواق والتحليلات فسرت علاقتها المميزة بروسيا بكونها طرفا في الصراع الروسي الغربي وبالذات الأمريكي منه، لتكون هذه الرحلة بمثابة أن الجزائر جزءا من منظومة دولية أممية الأهداف تسعى من خلالها لأن تكون أداة جامعة دون تموقع أو انحياز. ومشاركة سيادة رئيس الجمهورية في دورة الأمم المتحدة ستكون فرصة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتحولات في القارة السمراء وما يجب أن يفهمه العالم على أن إفريقيا كرقم يجب إعادة الاعتبار له وتجاوز نظرة الاستعلاء الاستعمارية القديمة اتجاهه، وذلك بعيدا عن صراع القوى العالمية واعتبار إفريقيا مناطق نفوذ غربية وفقط. والمتضرر الأكبر من الحضور الجزائري بشخص الرئيس هي ممالك وأنظمة القرون الوسطى، ممن لا زالت تراهن على حشد الرأي العام الأممي لمواصلة ضغوطاتها على المجتمع الدولي ووقف حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن قضية الصحراء الغربية إلى قضية القدس، فإنها الفرصة الأممية لتجدد الجزائر مواقفها التاريخية بصوت مرتفع من منبر أممي على أنها لن تحيد عن دفاعها على الشعوب المستضعفة والقضايا العادلة، وذلك كالتزامات غير قابلة للمقايضة ولا للنقاش. وكذلك مع خبر ثاني، وهو قرارات وزارة التربية الوطنية بخصوص حذف حصص المعالجة في التعليم الابتدائي ودمجها مع التعليم العادي، وبهذا تكون وزارة التربية قد عدلت في الحجم الساعي لأساتذة اللغة العربية في التعليم الابتدائي، حيث يقدر الحجم الساعي للسنة الأولى والثانية بعشرون ساعة في الأسبوع، أما السنة الثالثة بسبعة عشر ساعة ونصف، والسنة الرابعة بسبعة عشر ساعة. أما بخصوص السنة الخامسة فقد تم تحديده بثمانية عشر ساعة، حيث تم حذف حصص المعالجة ودمجها في مسار التعليم العادي، بالإضافة كذلك إلى توحيد مواقيت الدخول والخروج بين نظام الدوام الواحد ونظام الدوامين. وأيضا مع خبر آخر مغاير، وهو دعوة رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مهنة المهندس الزراعي، وذلك من خلال إصدار القوانين التي ترعى الشؤون المنتمين للمهنة. وكما صرح كذلك ذات المتحدث عبر كلمة له بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد بأن المؤتمر جاء ليعالج الحلول المعتمدة من طرف المهندسين الزراعيين لمرافقة السياسات الزراعية الوطنية لتحقيق الاستدامة الزراعية
والبيئية والأمن الغذائي، مضيفا أنه أصبح لازما علينا كمهندسين تصميم وتطوير النظم الزراعية المستدامة وتطوير جودة الإنتاج بالاعتماد على تقنيات حديثة، وذلك وعيا منا بالتحديات التي تواجهها الجزائر والتغيرات المناخية. وكما وجه ذات المتحدث دعوة إلى كل الشركاء في القطاع والهيئات والمؤسسات العربية من أجل التنسيق أكثر والعمل وفق قاعدة تشاركية أساسها البحث والعلم، مضيفا بأنه نأمل أن يكون اتحادنا نموذجا للتنمية الزراعية والاقتصادية والثقافية ليساهم في دعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، في حين ثمن اهتمامات سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلقة بالقطاع الفلاحي لفك الارتباط بقطاع المحروقات وتنمية الإنتاج في شتى المحاصيل. ومع خبر إشراف وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا ملوجي بقصر الثقافة مفدي زكريا على عرض الحصيلة النهائية للمشاريع الثقافية المنجزة في سياق الاحتفال بستينية استقلال الجزائر، حيث نوهت سيادة الوزيرة عبر كلمتها إلى أن الاحتفائية الكبرى بستينية استقلال الجزائر قد أولاها سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فائق الحرس والاهتمام والرعاية السامية، كونها رافدا أساسيا من روافد صون الذاكرة الوطنية وحماية مكتسبات الأمة وقيمها الحضارية، مؤكدة في ذات السياق بأن البرنامج الثقافي تم تحضيره بعناية من حيث التنوع والثراء والشمولية التي مست مختلف المجالات المعرفية والحقول الإبداعية والفنية التي تمكن من تحقيق النتائج المرجوة منه وأهم تطلعات المبدعين الجزائريين. وكما تضمن البرنامج أنشطة ثقافية وإنتاجات فنية متنوعة على غرار السينما، المسرح، العروض الموسيقية والكيوغرافية والقوافل الفنية والسينمائية، إلى جانب نشر الكتاب والملتقيات العلمية، الأدب، الشعر، وكذلك الفنون التشكيلية. هذا وتعتبر سيادة الوزيرة بأن الحصيلة المقدمة بكل زخمها وتنوعها مقبولة ومثمرة، إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد لا سيما أمام المنجز الثقافي والفني الذي يعنى بالذاكرة الوطنية وحفظ مقومات الأمة الجزائرية من خلال الاجتهاد في تأسيس فضاءة القراءة والتقييم النقدي البناء لمحتوى ومضامين الأعمال المنجزة، مع التنويه بالقيمة الفكرية والعلمية له والعمل على خلق أجواء من التنافس الثقافي والإبداعي. ومع آخر خبر بخصوص أهم المخرجات والقرارات بعد اجتماع الحكومة بترأس سيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، حيث تم فيه ما يلي: درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، بأن مشروع هذا النص والذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهدف إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لا سيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول بغير وجه حق على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية، وكذلك الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا، وكذلك تقديم وزير السكن والعمران والمدينة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14139 والمؤرخ في تاريخ 20 أفريل 2014، والذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في السياق إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات بأن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. وأيضا قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23/8 والمؤرخ في تاريخ 21 جوان 2023
والمتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، ابقوا في المتابعة ليصلكم جديد الأخبار اليومية في الجزائر، ودمتم في رعاية الله وحفظه.